انا وانت. طيب انت طيبه حضرتك. حششت امبارح فين؟ لا ما حشش، نلعب حديد احنا ما بنحشش. حششت امبارح فين؟ في عند صاحبي في الشقه. قوم يا عم بكر من النوم، روح افتح. حششت امبارح فين؟ في المثلث عندنا، في المثلث. حلوه. كنت انت ومين؟ كنت انا ومحمد فوزي ويوسف ووليد وهاش سعيد اردغان ومصطفى منفخ وتوفيق العنخ وعلي زندعانه وضوفي على وليله تمد او سعادتك. حششت امبارح فين؟ حششت امبارح فين؟ في ارض اللواء. مع مين؟ مع اصحابي. طب وعملتوا ايه بعد كده؟ بعد كده سكيرنا وكده، كنا قاعدين على السطح، كنا جايبين نص صباع، كنا جايبين قد ايه؟ جبنا نص صباع مع بعضينا. دلوقتي لما كترنا جبنا ربع بتاع دوت، ربع حته 750 جنيه. امبارح صرفنا اقول لك 1000 جنيه على الحشيش من الاخر. يعني والفلوس ديت بتيجي حرام وبتروح حرام. حششت امبارح فين؟ لا ما حششت، انا ما حشش. لا والله ما حششت. مش هنبلغ عنك ما تخافش. يا معلم مش بتفتكر الحشيش من بدل ما يقبضوا عليك؟ هي نص تكميره كده صغيره كده بعد الشغل. تحس بايه وانت بتشربه؟ عادي يعني، ما فيش عادي يعني، احساس عادي. انت جربت يعني؟ طب تعالى بقى معانا بصره كده جرب. انا امبارح كنت بشرب بعمل. مش بتحس بايه او انت وبتحش بيبقى ايه احساسك؟ بحس ان انا ماشي على السوسه. ببقى ماشي على السوسه. تبقى مبسوط يعني؟ اه لذيذه، فاهمه؟ تبقى دماغك لذيذه كده، حاجه جميله. الجو هنا شو جميل، انا في غايه السعاده. طب قول لي بقى بتحس بايه بعد ما تحشش؟ بحس ان هو عايز ينام. عايز انام حته قد كده. شربت من هنا حسيت ان انا رحت في حته تانية، قلت على الحرام ما اشرب تاني، دي حاجه بتفسدني. اه والله ما ترسلوش يا مصطفى، هو بقى حلو خلاص.